أهلا بكم في قناتنا قناة الفن، لكل جديد في عالم النجوم والمشاهير. نجوم ونجمات الدراما السورية رحلوا عنا في الفترة الأخيرة، بعضهم لا تعلمون برحيلهم. قبل متابعة الفيديو لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. فجع الوسط الفني في سوريا برحيل عدد من الوجوه البارزة والشابة في عالم الدراما والسينما، فالبعض غيبه المرض والتقدم بالعمر، والبعض كان رحيله مفاجئا. الفنانة الراحلة الشابة دينا هارون توفيت. الممثلة دينا هارون في 8 من تشرين الأول عام 2018 بعد وعكة صحية ألمت بها، نقلت على أثرها إلى المستشفى. الفنان الراحل حسن دكاك توفي. الفنان حسن دكاك فجر يوم الأربعاء في 13 يوليو عام 2011 إثر أزمة قلبية حادة أصابته خلال تواجده في منزله في دمشق. الفنان الراحل سليم كلاس توفي. الفنان السوري سليم كلاس في صباح يوم 2 ديسمبر عام 2013 على أثر أزمة قلبية ألمت به في العاصمة السورية دمشق. الممثل السوري فواز جدوع توفي. الفنان السوري فواز جدوع في 23 مارس عام 2019 عن عمر يناهز 64 عاما، وذلك أثناء تصويره مشهد يتحدث عن الموت. وتوفي الفنان في مشاهد في مسلسل دقيقة صمت، حيث تعرض لأزمة صحية وفارق الحياة بين زملائه على رأسهم عابد فهد. الفنانة الراحلة نبيلة النابلسي توفيت. الفنانة نبيلة النابلسي في يونيو عام 2010 على إثر صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عاما. الفنان الراحل خالد تاجة توفي. الفنان الراحل خالد تاجة في 4 إبريل عام 2012 عن سن يناهز 73 عاما بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الرئة. الفنان الراحل وفيق الزعيم توفي. وفيق الزعيم بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 53 عاما في 15 مارس من عام 2014. الفنانة السورية مي سكاف رحلت. الفنانة مي سكاف في باريس، حيث كانت تقيم خارج سوريا بسبب معارضتها لنظام بشار الأسد. وتوفيت مي سكاف في 23 يوليو عام 2018 إثر تعرضها لنوبة قلبية بحسب تقارير أولية عن عمر يناهز 49 عاما. الفنان الراحل عمر حزو توفي. الفنان عمر حجو في 4 مارس عام 2015 على إثر نوبة قلبية، وكان يبلغ من العمر 84 عاما. الفنانة الراحلة أميرة حجو ورحلت. الفنانة أميرة حجو في 25 آذار عام 2017 بعد معاناة مع المرض عن عمر يناهز 67 عاما. الفنان الراحل عبد الرحمن الرشي توفي. الفنان الراحل عبد الرحمن الرشي في دمشق في يوم 12 نيسان إبريل عام 2014 عن عمر يناهز 80 عاما على إثر معاناته من مشاكل في الجهاز التنفسي. الفنان توفيق العشا غيب الموت الفنان توفيق العشا في 19 أكتوبر عام 2018 عن عمر ناهز 70 عاما بعد معاناة طويلة مع المرض. الفنانة السورية مي سكاف توفيت. الفنانة رندم العشلي يوم الأربعاء في 21 أكتوبر عام 2015 بعد معاناة طويلة مع مرض سرطان الثدي، والذي انتقل إلى الكبد وكان عمرها يناهز 42 عاما في المستشفى الإيطالي في دمشق. الفنان الراحل عامر السبيعي
توفي الراحل عامر السبيعي في 19 أكتوبر عام 2015 في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر، حيث كان يقيم الفنان هناك. الفنان الراحل رياض شحرور. رحل الفنان رياض شحرور يوم الخميس بتاريخ 15 مايو عام 2014 عن عمر يناهز 79 عاما. الفنانة السورية فدوى سليمان. توفيت الفنانة السورية فدوى سليمان في 17 آب أغسطس عام 2017 بعد معاناة طويلة مع السرطان في العاصمة الفرنسية باريس. الفنان الراحل أدهم المولى. توفي الفنان السوري أدهم المولى عن عمر يناهز 82 عاما إثر نوبة حادة في الجهاز التنفسي. الفنانة الراحلة الشابة سوزي سلمان. توفيت سوزان يوم الأربعاء 25 حزيران عام 2014 جراء سقوط قذيفة هاون على منزلها لتصيب غرفتها. الفنان الراحل خليل حداد. توفي الفنان خليل حداد في 24 يوليو عام 2016 عن عمر يناهز 57 عاما جراء أزمة قلبية ألمت به في مدينته حلب. الفنان الراحل عامر السبيعي. توفي الراحل عامر السبيعي في 19 أكتوبر عام 2015 في أحد مستشفيات مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة في مصر، حيث كان يقيم الفنان هناك. الفنان الراحل عصام عبجي. رحل الفنان عصام عبجي في 24 نوفمبر عام 2014 على إثر نوبة قلبية بعد صراع طويل مع مرض عضال في دمشق. الفنانة الراحلة هالة شوكت. توفيت هالة شوكت عن عمر يناهز 77 عاما في 28 عام 2007 في دار السعادة للمسنين بدمشق، وكانت تسكن هالة شوكت بمنزل أنيق في حي المزرعة، وبعدها دخلت دار المسنين برغبتها حيث قضت أيامها الأخيرة هناك. الفنانة السورية نجاة حفيظ. توفيت الفنانة نجاة حفيظ في يوم السبت 6 مايو عام 2017 عن عمر ناهز 76 عاما في مستشفى ابن النفيس بدمشق، لكن أثناء جنازتها لم يحضر إلا عدد قليل لتشييعها على الرغم من شهرتها الكبيرة. الفنانة الراحلة هالة حسني. توفيت هالة حسني في دمشق بتاريخ 28 إبريل عام 2017 عن عمر نهز 74 عاما بعد صراع مرير مع مرض السكري. توفيت الفنانة السورية القديرة نجوى صدقي في 30 مايو عام 2017 متأثرة بمرضها. الفنان رياض وردياني. توفي الراحل رياض ورديان في 15 مارس من عام 2017 في كندا بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 70 عاما. الفنان الراحل السوري وليد حبال. رحل الممثل وليد حبال في 20 يناير كانون الثاني من عام 2017 عن عمر يناهز 65 عاما بالعاصمة السورية دمشق. الفنان الراحل نضال تيجري. توفي نضال تيجري في 11 من تموز عام 2013 بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان. الفنان السوري ياسين بقوش. توفي ياسين بقوش في 24 فبراير عام 2013 إثر تعرض سيارته لقذيفة ار بي جي. الفنان الراحل صباح عبيد. توفي صباح عبيد في عام 2013 عن عمر 63 عاما من جراء جلطة أصابته في المخ.
الفنان الراحل محمد الشيخ نجيب. توفي الراحل محمد الشيخ نجيب في العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك في 30 نوفمبر عام 2012 بسبب إصابته بداء السرطان.